تتميز الخيل العربية الأصيلة بالجمال الساحر، فهي رائعة الجمال، وصفها العرب بأدق الأوصاف في أشعارهم، كما أنها قوية لا تهاب الموت، مقدامة في المعارك وذات قوة رهيبة. فهنيئا لكم يا أهل الخيل، وبارك لكم المولى في حلالكم. نتابع مع نتيجة أول المهور المتسابقة في المهر رقم 248 HA إكسترا للمالك سيد نايل حايك. لتفاصيل هوية العربية 20، 3 مرات 19.5 20، 19 19.5 الرأس والعنق 20، 20 و 19.5 من باقي الحكام الجسم، 18 مرتين 18.5، 18 من باقي الحكام. قوائم مرتين 15.5 15، 15.5 16، مرتين 15.5. الحركة 4 مرات 19، 19.5، 18.5 و 19، ليصبح مجموع HA إكسترا 91.8. 91.8 the total points for court number 248 HA Extra owned by Miss Nail Haik.
وإلى نتيجة المهر رقم 249 رمز الياه للمالك سيد محمد أحمد عبد اللطيف أحمد العلي. تفاصيل هذا المهر: الهوية العربية 19.5 مرتين 19 ثلاث مرات 19.5 و 19 الرأس والعنق 19 مرتين 19.5 مرتين 19 19.5 و 19 الجسم وخط الظهر 18 مرتين 17.5 18 18.5 مرتين 17.5 القوائم 15.5 15 وأربع مرات 15.5 16. أما بالنسبة لي حركة رمز الياه 19.5 وأربع مرات 19 مرتين 19.5 ليصبح المجموع 90.9 90.9 the total points for court number 249 رمز الياه owned by Mr. محمد أحمد العلي. نتابع مع نتيجة المهر رقم 250 مجد المنهل للمالك سيد علي محمد حسن عبد الله اليماحي. تفاصيل هذا المهر: الهوية العربية 4 مرات 18.5 مرتين 19 18.5 الرأس والعنق 5 مرات 18.5 19 18.5 الجسم مرتين 17.5 18 17.5 مرتين 18 و 17.5 القوائم مرتين 15 16 وأربع مرات 15.5. أما بالنسبة لي الحركة 18.5 مرتين 19 18.5 18 ومرتين 18.5 ليصبح مجموع مجد المنهل 88.8 88.8 the total points for court number 250 مجد المنهل owned by Mr. علي محمد حسن عبد الله اليماحي.
وإلى نتيجة المهر رقم 251 مبهر الهواجر للمالك سيد يوسف سعيد المقبالي. تفاصيل هذا المهر الهوية العربية مرتين 19 مرتين 18 ونص مرتين 19 و 18 ونص، الرأس والعنق 18 ونص 19، ثلاث مرات 18 ونص 19 18 ونص، جسم وخط الظهر 17 ونص ثلاث مرات 18 18 ونص 18 و 17 ونص، القوائم مرتين 15 ونص 16 و 15 ونص من باقي الحكام. بالنسبة لحركة مبهر الهواجر 19 من 6 حكام، 19 ونص من الحكم السابع ليصبح المجموع 89.8. كولت نمبر 251 مبهر الهواجر owned by مستر يوسف سعيد المقبالي got a total of 89.8 points. نتابع مع نتيجة المهر رقم 252 كيف آر أم للمالك سيد مريم محمد سالم الشحم الكندي. تفاصيل هذا المهر الهوية العربية 18 ونص وأربع مرات 19 18 ونص و 19، الرأس والعنق ثلاث مرات 18 ونص مرتين 19 مرتين 18 ونص، أما بالنسبة لي الجسم 18 17 ونص مرتين 18 17 ونص 18 و 17 ونص، قوائم 15 ونص 15 16 15 ونص 16 مرتين 15 ونص، الحركة 19 ونص بإجماع الحكام ليصبح مجموع المهر كيف آر أم 90.4. 90.4 the total points for court number 252 كيف آر أم owned by Miss مريم محمد سالم الشحم الكندي.
وإلى نتيجة المهر رقم 253 جميل الزبير للمالك سيد سعيد حميد سالم خلفان المحرزي. هوية العربية للمهر 5 مرات 19 18.5 و19، الرأس والعنق 18.5، 3 مرات 19 2 18.5 و19، الجسم 17.5 18 18.5 18.5 ومرتين 18، القوائم 15 4 مرات 15.5 ومرتين 15، الحركة 5 مرات 19 18.5 19، ليصبح المجموع 90.2. كورت نمبر 253 جميل زبير owned by مستر سعيد حميد سالم خلفان المحرزي، got a total of 90.2 points. معي الآن نتيجة المهر رقم 254 الذي غادر الميدان قبل قليل، دي فاهر ملك مربط دبي للخيول العربية. هوية العربية للمهر دي فاهر 19.5 بإجماع الحكام، الرأس والعنق 19.5 بإجماع الحكام، الجسم وخط الظهر 18 17.5 و18 من باقي الحكام، القوائم 15.5 15 15.5 من باقي الحكام، الحركة 3 مرات 19 مرتين 18.5 19 18.5، يصبح مجموع دي فاهر 91.3. 91.3 the total points for court number 253 دي فاهر owned by Dubai Arabian Horse Stud.
إلى نتيجة المهر رقم 258 سهم النرجس للمالك سيد إبراهيم سالم يوسف حسن اليافعي. تفاصيل المهر الهوية العربية 3×18 3×18.5 و18 الرأس والعنق 18 17.5 3×18 18.5 و17.5 جسم 17 2×17.5 17 2×17.5 القوائم 2×14.5 15.5 14.5 2×15.5 و15 الحركة 18 18 18 2×18 18.5 و18 ليصبح المجموع 86.7. كولت نمبر 258 سهم النرجس owned by Mr. إبراهيم سالم يوسف حسن اليافعي got a total of 86.7 points. معي الآن نتيجة المهر رقم 257 KA نسيم للمالك سيد علي عبيد محمد عبد الله الراشدي. تفاصيل هذا المهر الهوية العربية 219 19.5 و19 من باقي الحكام الرأس والعنق 18.5 219 18.5 219 19.5 جسم 18 بإجماع الحكام القوائم 4×16 16.5 15.5 و15.5 الحركة 4×19.5 2×19 19.5 ليصبح المجموع 91.2. كولت نمبر 257 KA نسيم owned by Mr. علي عبيد الراشدي got a total of 91.2 points.
إلى نتيجة المهر رقم 259 ريال الريماس ملك مربط الشبلي للخيول العربية. تفاصيل مهر الهوية العربية: 5 مرات 19.5 19 و18.5، الرأس والعنق 19، 3 مرات 19.5 19 19.5 و19، الجسم 18، 4 مرات 18.5 مرتين 18، القوائم 15 و5 مرات 15.5 و15، الحركة 3 مرات 19.5 19 20 ومرتين 19، يصبح مجموع ريال الريماس 91.7 91.7. The total points for court number 259 ريال الريماس owned by Shibli Arabian Horse Stud. نتابع مع النتيجة المهر رقم 263 دهمان الباهية للمالك شيخ رحمة سعود بن خالد بن حميد القاسمي. تفاصيل هذا المهر: الهوية العربية مرتين 18.5 مرتين 19 17.5 18 و18.5، الرأس والعنق 18.5 3 مرات 19 مرتين 18 19، الجسم 17 و5 مرات 17.5 و17، القوائم 14.5 مرتين ومرتين 15 15.5 14.5 15، الحركة 3 مرات 19 مرتين 18.5 18 18.5. إذا مجموع المهر دهمان الباهية 88.1 88.1. The total points for court number 263 دهمان الباهية owned by شيخ رحمة سعود بن خالد بن حميد القاسمي.
إلى نتيجة المهر رقم 261 راهي الريماس ملك مربط الشبلي للخيول العربية، هوية العربية 18.5 مرتين 19 مرتين 18.5 مرتين 19 الرأس والعنق 18.5 19.5 19 18.5 18 مرتين 19 الجسم 3 مرات 18 17.5 و 3 مرات 18 القوائم 4 مرات 15.5 15 15.5 15 الحركة 18.5 19 18.5 18 18.5 19.5 و 19 ليصبح المجموع 89.7 89.7 the total points for court number 261 راهي الريماس owned by Shibli Arabian Horse Stud. إذا بالنسبة لي المهر رقم 267 للأسف تم استبعاده لأنه يعاني من العرج. Unfortunately for colt number 267 it was a lame colt. إلى نتائج المهر رقم 268 R.A.K. سمو
ملك مربط راس الخيمة للخيول العربية. لتفاصيل هوي العربية 19 بإجماع الحكام من رأس والعنق، 4 مرات 19.5 و3 مرات 19 الجسم 18 17.5 4 مرات 18 17.5 القوائم 15.5 15 و4 مرات 15.5 15 الحركة 19 18.5 19 18 19 18.5 و19 ليصبح المجموع 90.4. 90.4 the total points for court number 268 RAK Sumo owned by Ras Al Khaimah Arabian Horse Stud. إلى نتيجة المهر رقم 270 دي سميح ملك سيد أحمد محمد عبد الرحمن المرزوقي. الهوية العربية 4 مرات 19 19.5 2 19 الرأس والعنق 218.5 19 18.5 19 18.5 و19 الجسم 17.5 18 18.5 17.5 18.5 و218 القوائم 15.5 بإجماع الحكام الحركة 4 مرات 19 18.5 19.5 و19 ليصبح المجموع 90.2. 90.2 the total points for court number 270D سميح owned by Mr. أحمد محمد عبد الرحمن المرزوقي. So we have the last contender in this class in the arena. آخر المهور المتنافسة في هذا الشوط في أرض الميدان. Thank you.
Thank you, judges. Thank you, ringmaster. We're waiting the last result to be announced. إذن نتيجة المهر رقم 272 بشير العز ملك مربط العز للخيول العربية، هوي العربية 19 19.5 19 و3 مرات 19.5 و19، جماعة الحكام الحركة 18.5 19 18.5 19 18.5 ومرتين 19 ليصبح المجموع 90.8. As you can see the details on screen for court number 272 بشير العز owned by العز Arabian Horse Stud got a total of 90.8 points. رقم 248 HA Extra نبارك للمالك سيد نايل حايك، مركز الثاني المهر رقم 259 ريال الريماس نبارك لمربط الشبلي للخيول العربية، في المركز الثالث المهر دي فاهر نبارك لمربط دبي الخيول العربية، أما في المركز الرابع المهر KA نسيم نبارك للمالك سيد علي عبيد محمد عبد الله الراشدي، والمركز الخامس المهر رقم 249 رمز الياه نبارك للمالك سيد محمد أحمد عبد اللطيف أحمد العلي، فليتفضل السيد حافظ مسعود مدير إدارة السلامة في هيئة مطار الشارقة الدولي لتتويج الفائزين بهذا الشوط. So the first place, HA Extra, congratulations to the owner, Ms. Naila Hayek. The second place, the Colt Royal Rimas, congratulations to Shibli Arabian Horse Stud. The third place, D. Fahir, congratulations to the owner and the breeder Dubai Arabian Horse Stud. The fourth place, Colt K.A. Naseem. Congratulations to the owner, Mr. Ali Abed Muhammad Abdullah Rashdi. And the fifth place, Ramz Aliyah, congratulations to the owner, Mr. Muhammad Ahmed Abdul Latif Ahmed Al-Ali.